أربع دقائق من اللي انطلقت المباراة بشير ما بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري. صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في ملعب رادس، للأسف دون حضور جماهير الترجي الرياضي التونسي بعد العقوبة المسلطة من الكاف على الترجي الرياضي التونسي. نعرف الناس كل تتفرج الأغلبية، لكن ما يسالش نعطي تشكيلة الفريقين بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، اللي التشكيلة هو الكلام اللي لازمنا نحكيه اليوم، هو النقص الكبير في تشكيل الترجي الرياضي التونسي فيما يخص الغيابات من الإصابات ومن عقوبات سلطت على لاعبين. صدقي الدبشي في حراسة المرمى، توغاي، مريح، بن علي، أمين بن حمودة، كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر، بوغرين، معتز زدام، رشيد العرفاوي ومحمد علي بن حمودة. هذه التشكيلة اللي انطلق بها نبيل معلول في مباراة اليوم. مباراة اليوم أمام تحديين الترجي الرياضي التونسي وملاعبية الترجي. التحدي الأول هو أنه الملاعبية هذوما يقولوا عليهم دي رومبلاسون، اليوم الأغلبية يمكن 6 أو 7 لاعبين من الترجي الرياضي التونسي ما همش دي تيتولير انديسكوتابل في ظل الغيابات اليوم الموجودة، فأنهم لازمهم يبرهنوا لجماهيرهم أنهم قادرين على صنع الفارق مع الترجي الرياضي التونسي في ماتش كبير ضد الأهلي المصري، والماتش البريسيون بتاعه دوبل، ما عندك الجمهور وأيضا عندك لازمك تربح الأهلي المصري في تونس باش تمشي لمصر تلعب بنتيجة تخليك تدخل مباراة الإياب بأكثر راحة ضد الفريق المصري. اللي نعرفوه راه كيما ريال مدريد تقريبا في الشامبيونز ليغ الأوروبية، راه عبارة المسابقة هذه نتاعهم فازوا بها في عديد المرات، والأهلي المصري حتى في أسوأ حالاته تلقاه ديما يعدي تشامبيونز ليغ كبيرة، وساعات وقت اللي ما تنتظروش يفوز بالمنافسة هذه. دونك الترجي الرياضي التونسي اليوم أمام تحدي أنه يفوز على الأهلي المصري، وأيضا أمام تحدي أنه يبرهن للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنه رغم العقوبات فأنه الترجي قادر يوقف، رغم قساوة العقوبات. هذا تحدي كبير. اللي هو كان صار فيها تشدد كبير.